عشوائي بس منظم. انا انسان منظم مش عشوائي. هو كعشوائي انا عشوائيه. انا منظمه جدا. انا عشوائي قوي. ممكن تقول ان انا منظمه في طريقه التفكير. هو مش باين على البدله ان انا منظم ولا ايه؟ انا منظم ولا انا عشوائي اقسم بالله. اكتر حاجه في الشارع عشوائيه اللي هي التكاتك، الزحام، عربيات، طريق الدنيا واقفه، حد دخل عكس بنجوا في الدنيا، يا عم خش من هنا، يا عم مش عارف ايه، يعني في ناس لازم امشي على مزاجها، الطريق يبقى داخل عكس ومش عاجبه. الشوارع اكتر حاجه عشوائيه في حياتنا كلها. يمكن اوضتي. يعني مفيش اكتر من اوضتي عشوائيه في حياتي. لما تحس ان هم جد في حياتهم دول مرزينهم، لكن العشوائي زينا بيفوتها. اللي بيضايقني هم المنظمين قوي قوي زياده على اللزوم، يعني انت منظم اه بس لدرجه. اللي بيضايقني اكتر لا المنظمين بزياده شويه، بيبقوا فيها شويه حنبله كده في تفاصيل. يعني لو الميعاد 5 اروح 7. انا متاخر عشان بقى يعني ساعات بقعد ارسم الايلاينر فبقعد ساعتين ونص. الشغل في الشركه الصبح مواعيد لازم تكون مظبوطه، اخر النهار انا عشوائي. لو الميعاد 5 اروح الساعه كم؟ دايما ممكن اروح 8، ممكن اروح 7، ممكن حاجه بسبب الشيء ده، انت فاهم شايف كيف؟ مره من المرات حقيقه لما حد اتاخر عليا انا سبته ومشيت. الستايب ده بسهر بالليل بعكس بنات. لا هي قلت حاجه الوحيده في حياتي منظمه تقريبا، بس الباقي كله عشوائي يعني. باكل بالليل متاخر. اني ما بلتزم بمواعيدي، واني بسهر، واني ما بعمل اللي بقوله. فنصيحه للجماهير ما تعملوش كده. اكتر حاجه عشوائيه في حياتي هو المرتب، ما بعرفش انظمه. انا المفروض انا اسمي زياد صح كده؟ هما بيقولوا لي ابو عفيف يا صغير. ايه علاقه الدف ده؟ لا عشوائي انا مش فاهم.